بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الثانوية العامة. بحمد الله تعالى وتوفيقه وصلنا إلى التدريب 20، عدم المبالاة والتربية، للكاتب الكبير الأستاذ نجيب محفوظ. قطعة جميلة وفيها أفكار حلوة وفيها توجيه جميل، وياريت ناخد بيه في عصرنا ده من كلام هذا الأديب الكبير أستاذ نجيب محفوظ. بل التربية قوة شديدة الفعالية باقية الأثر، تتكفل ببناء المواطن المنشود، تتكفل ببناء المواطن المنشود منذ النشأة الأولى. ولعلك لم تنسى الضجة التي اجتاحت منذ قريب أجهزة الإعلام والمجالس القومية حول الإنسان المصري وإعادة بناء شخصيته. فهل يا ترى ترجمت الضجة إلى منهج تربوي في مدارسنا؟ شفت أنا اضطرت أقراها إزاي؟ قرأتها ترجمت الضجة، لأن مفيش، لو قرأتها ترجمت الضجة يبقى كان أكيد الضمير المستتر ده عايد على حاجة، لكن ده الجملة بدأ من جديد خالص. يبقى فهل يا ترى ترجمت الضجة التي ترجمت الضجة إلى منهج تربوي في مدارسنا؟ وسنجد في التراث ما يؤيد التربية الرشيدة من بذور كريمة مؤثرة ويعين على تصوير الناشئ في الصورة التي يتطلب العصر. فعلينا أن نغرس في النفوس حب الوطن وتقدير العمل. كلمة تقدير مش معطوف على الوطن، معطوف على حب، وكلمة حب مفعول به النغرس، نغرس نحن حب الوطن وتقدير العمل. هنغرس الحب والتقدير، ودي يا جماعة ملحوظة امتحانية جديرة بالتركيز، ان الكلمة مش شرط تعطف على الكلمة اللي قبلها مباشرة، هي بتعطف على الكلمة اللي بتشترك معاها في المعنى حسب الجملة. هنا قلت نغرس ايه؟ حب. وايه؟ وتقدير. تقدير دي مش فعل مضارع، بعض الطلاب بيعربها فعل مضارع، دي اسم مصدر رباعي يعرب حسب موقعه في الجملة. فتقدير معطوف على حب، وحب مفعول به يبقى معطوف منصوب علامة نصبه الفتحة. وحب العلم، طبعا هنا قريتها حب، وبالتالي ده اسم، إذن العلم مضاف إليه. لكن خلي بالك لو قلت مثلا حب العلم، حب فلان العلم، او احب فلان العلم، هتبقى مفعول به. فانتبه ان كلمة حب هنا هتنطق بضم الحاء على اساس انها اسم، والعلم تبقى مضاف اليه مجرور علامة جره الكسرة. حب العلم والمعرفة والشوق للاكتشاف والاختراع والتسامح الاصيل مع مختلف العقائد والديانات. ومن حسن التوفيق اننا سنجد في الدين والفكر الديني المستنير ما يؤيد ذلك ويحث عليه دون افتعال او تحايل بالنصوص الصريحة والاخبار الصادقة. وما اجمل ان تنسجم مطالب الدنيا والدين، صحيح، فيصبح الفكر والعلم والعمل وسائر اسس الحضارة الحديثة فرائض دينية. سائر اسس، طبعا سائر دي اسم، اسس هتبقى مضاف اليه مجرور علامة جره الكسر، وعلامة جره الكسرة لان اصلها وسائر الاسس دينية. وبينات على الهدى والتقوى، وان يستوي المؤمن رمزا للحضارة، يعني يتحول المؤمن الى رمز للحضارة المتجددة مع الزمان، لا يتخلف عن مجراها ولا ينحرف عن غاياتها الانسانية النبيلة، مثالا للانسان العامل الجاد. يعني كلمة الجاد بتوصف الانسان، وبالتالي مجرور علامة جره الكسرة. الانسان ده صفته ايه؟ عامل وايه؟ وجاد. الملتزم صادق الضمير الذي يألف ويؤلف ويحب من يتجانس معه ويتعاون معه كما يحب من يخالفه لو تعاون معه، طالما قام التعاون على الاحترام المتبادل في رعاية حقوق الإنسان. أجل إن التربية لا تجود بأثارها بين يوم وليلة، ولكنها تبقى مع الزمن وتتوارثها الأجيال. طبعا دي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. بولي استخرج خبرا لحرف ناسخ وبين نوعه. حرف ناسخ يعني إن أن كأن لكن ليت لعل، ما تدورش على إن وبس، لأنك هتلاقي قدامك هي لعلك لم تنسى الضجة.
هنا لعل من أخوة إن حرف ناسخ والكاف طبعا ضمير مبني في محل نصب اسم لعل. الخبر هنا مين بقى؟ لم تنصدق، ده خبر جملة يا شباب، جملة فعلية، ونتأكد طبعا ان هو كان عايز خبر جملة فعلية، فقل لي خبرا لحرف ناسخ، الرجل ما حددش، قال لك خبرا مفتوحة، أقول له لم تنصدق ونوعه جملة فعلية. اسلوب تعجب ثم اعربه. طبعا انت عارف اسلوب التعجب بيبقى على شكلين، اللي هو ما افعل وافعل به. تعال نشوف كده في الفقرة الاولى، ما اجمل ان تنسجم مطالب الدين الدنيا والدين. صح كده، ما اجمل ان تنسجم مطالب الدنيا والدين. اذكرك باعراب اسلوب التعجب سريعا، ما اسم تعجب مبني في محل رفع مبتدا، اجمل فعل ماضي مبني على الفتح والفاعل مستتر تقديره هو يعود على ما، وأن تنسجم كلها على بعضها المصدر المؤول في محل نصب مفعول به، لأن ده المتعجب منه. أصل الكلام ما أجمل انسجام مطالب الدنيا والدين، فأن تنسجم لو حولها الكلمة واحدة، احفظ معايا أن المتعجب منه في صيغة ما أفعل بيعرب مفعول به، صيغة أفعل به هنتعرض لها في نهاية التدريب، لكن خلي بالك من هنا أن أنا أعربت اللي هو أسلوب التعجب. ممكن طبعا تعرب أن حرف ناصب وتنسجم فعل مضارع منصوب وبعد كده تقول المصدر المؤول، برضو ده صحيح. مصدر مؤول ثم أعربه، لسه احنا مطلعينه حالا، اللي هو أن تنسجم وقلنا في محل نصب مفعول به. ثلاثة مشتقات ثم بين نوعها. طبعا مشتقات اسم الفاعل والمفعول وصيغ المبالغة واسم التفضيل واسم الزمان والمكان. يعني انت عندك مثلا كلمة باقية اسم فاعل، شديدة صيغة مبالغة، منشود اسم مفعول، مواطن اسم فاعل، تمام؟ فعندك يعني او بعض الكلمات اللي ممكن تعتبرها مشتقات، وطلعنا له احنا اكثر من مشتق، اكثر من ثلاثة كمان. فعل مبني للمجهول ثم اذكر نائب الفاعل. تذكر انت معايا ان انا لما جيت قلت ترجمت الضجة، طبعا القراءة الصحيحة لا، ودي بتتطلب طالب وطالبة عارفين هما بيعملوا ايه كويس قوي وعارفين بيقروا ازاي ومراعين المعنى. فترجمت الضجة، تبقى الضجة هنا طبعا نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. بقول لي بعد كده مضارع مجزوم ثم بين سبب الجزم، واخر منصوب مع ذكر السبب. طبعا نتذكر ان ادوات الجزم لم ولما ولام الامر ولن ناهية، وادوات النصب ان ولن وكي ولام التعليل وحتى وفاء السببية ولام الجحود وواو المعية. لم تنسى أهو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، لأنه طبعا معتل الآخر. ده الفعل المجزوم. تعال ندور بقى على الفعل المنصوب. طبعا أننا سنجد ما ينفعش، ده إن ناديت اسم أن، دي أن الناسخة وليست أن الناصبة. احنا عارفين وقلت لكم قبل كده أن الناصبة بيجي وراها مضارع بالظبط زي أن تنسجم، فعل مضارع منصوب بعد أن وعلامة نصبه الفتحة. بيقول لي اسما ممدودا واذكر مثناه. طبعا الممدود هو ما انتهى بألف زائدة بعدها همزة، يعني زي كلمة بناء وسماء وغير ذلك. تعالى كده، هل أيه بناء المواطن، فدي اسم ممدود، والهمزة بتاعت الممدود تذكر معايا لو كان الفعل بتاع الاسم الممدود فيه همزة يبقى الهمزة أصلية، إنشاء نشأ يبقى الهمزة أصلية، أنا أذكر بس سريعا. ولو كان الفعل أخره علة يبقى الهمزة منقلبة، ولو كان الفعل لا علة ولا همزة يبقى الهمزة زائدة. طب إيه اللي بيحصل في المثنى لما تكون الهمزة أصلية تبقى زي ما هي؟ يعني كلمة إنشاء نقول إنشاءان وإنشاءات. طب إيه اللي بيحصل لما تكون منقلبة؟ براحتك، عايز تسيبها همزة زي ما هي سيبها، عايز تقلبها واو اقلبها، بناءان أو بناوان لأنها منقلبة. إنما الزائدة لا، حالة واحدة فقط، زي حسناء تقلب واو نقول حسناوان، وعلى ذلك كلمة بناء هنا نقول بناءان أو بناوان، كلاهما صحيح، والأحسن إن أنت طبعا تكتب له الاثنين. بيقول لي ولعلك لم تنسى الضجة التي اجتاحت أجهزة الإعلام. احذف لم، لعلك ها تنسى، نرجع حرف العلة تاني ونرسم الألف اللينة دي، الضجة التي اجتاحت أجهزة الإعلام، لأني هشيل أداة الجزم وبالتالي حرف العلة المحذوف يرجع تاني. السؤال بعد بيقول لي ما أجمل أن تنسجم مطالب الدنيا والدين. استخدم هذه الجملة أسلوبا آخر من أساليب التعجب، عارف ان هو اللي انا قلت لك في الاخر هقوله لك، اللي هو افعل بي، يعني اقول هنا
أجمل بأن تنسجم مطالب الدين والدنيا والدين، أجمل بأن تنسجم. طب أعربه إزاي بقى؟ تذكر معي، هو مش طالب إعرابه بس أنا هذكره لك. أجمل فعل ماضي جاء على صيغة الأمر للتعجب، فعل ماضي مبني طبعا جاء على صيغة الأمر للتعجب، مش شرط تقول مبني عليه على فكرة، ممكن تقول أجمل فعل ماضي مبني على السكون جاء على صيغة الأمر للتعجب، والباء حرف جر زائد، وأن تنسجم المصدر المؤول في محل رفع فاعل. ما بقولش فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا هنا، لأن أصلا المصدر المؤول لا يجر لفظا عشان أقول عليه مجرور لفظا مرفوع محلا. بنقول كده لما أقول أجمل بمحمد ماشي، يبقى محمد تقبل الجر لفظا والرفع محلا، يبقى أجمل بمحمد نقول محمد فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا، أو ساعات بنطولها شوية نقول فاعل مرفوع بالضمة المقدرة منع من ظهورها حركة حرف الجر الزائد. لكن في المصدر المؤول والضمير لما أقول أجمل بك أو أجمل بأن تنسجم ما بيبقاش في جر لفظي أصلا، فبنكتفي بنقول في محل رفع، يا شباب في محل رفع فاعل. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سؤال بعد يقول لي ما التربية إلا قوة تتكفل ببناء المواطن المنشود؟ اضبط كلمة قوة. شوف هنا طبعا يجوز الحذف، ده استثناء من في ناقص، أقول التربية قوة تتكفل، يبقى خبر على طول مرفوع بالضمة. طب لما يقول لك حط غير، قوة دي خبر صح؟ يبقى غير تروح واخد إعراب الخبر لها، فتبقى غير هي الخبر وتخلي قوة مضاف إليه. يعني غير لما بتضاف إلى حاجة بعد إلا تاخد إعراب اللي بعد إلا لنفسها وتعرب اللي بعدها مضاف إليه. يعني لما أقول مثلا انتبه معي للمثال ده، ما جاء إلا محمد، طب أنا عايز أحط غير، أعرب محمد كده الأول فاعل تمام، لأن ينفع أقول جاء محمد ده ناقص منفي. طيب جاء محمد، طب هتحط غير تخلي غير هي اللي فاعل، ثم جاء غيره، جاء غيره ما جاء عفوا ما جاء غيره ها محمد، تبقى محمد هنا مضاف اليه مجرور علامه جره الايه الكسره، وكذلك سوى. لكن تذكر ان الفرق ما بين غير وسوى ان غير تعرب بعلامه ظاهره، اما سوى فتعرب بعلامات مقدره. السؤال اللي بعديه بيقول لي اضبط الكلمات التي بين القوسين بالشكل التام على نشوف. التربيه قوه شديده الفعاليه. التربية مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، هنحط ضمة، قوة دي الخبر، شديدة الفعالية، باقية عشان ده تعتبر خبر تاني للتربية، باقية الأثر مضاف إليه مجرور علامة جر الكسر، لأن ينفع أقول التربية قوة شديدة الفعالية أو أقول التربية باقية الإيه؟ الأثر. وعايز تعملها نعت الكلمة قوة ما عنديش مانع برضه، ممكن تعملها أن هذه القوة هي اللي باقية الإيه؟ يعني الأثر. فهنا في يعني تداخل في الإعراب يجوز الأمران، في الحالتين هتحط ضمة طبعا، يعني قوة هتحط ضمة وشديدة هتحط ضمة لأنها نعت، والفعالية مضاف إليه، وبقية هتحط ضمة سواء هي خبر تاني أو نعت، والأثر تبقى مضاف إليه. تتكفل فعل مضارع مرفوع بالضمة طبعا ببناء المواطن المنشود، طبعا نعت المواطن، منذ النشأتي، خلي بالك اللي بعد منذ بيعرب اسم مجرور، لما يجي بعد منذ اسم يعرب اسم مجرور، لأن منذ ومنذ من حروف الجر التي تجر الاسم بعدها. الأولى دي نعت الكلمة نشأة، هيبقى نعت مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة. ولعلك لم تنسى، طبعا نحط فتحة تعويضا عن حرف العلة المحذوف، الضجة لأنها مفعول به، التي اجتاحت منذ قريب أجهزة تا، طبعا الضجة هي اللي اجتاحت يبقى أجهزة مفعول به، الإعلامي. والمجالس، طب هنا المجالس معطوف على أجهزة انتبه، وأجهزة منصوبة، يبقى والمجالس القومية حول، طبعا حول دي ظرف، الإنساني المصري، الإنسان مضاف إليه والمصري نعم. وإعادة، طبعا هنا إعادة معطوف على مين؟ التي حول الإنسان المصري وإعادة بناء شخصياته، يبقى وحول إعادة بناء شخصياته. إذن كلمة إعادة هنا هتبقى معطوفة على الإنسان مجرورة، وبناء طبعا هتبقى مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، إعادة بناء وشخصيته أيضا هتبقى مضاف إليه مجرور وعلامة جره يا شباب الكسرة. سؤال بعد ما بيقول لي ما مرادف كل من تتكفل، يعني تضمن، كلمة كفل ضمن ورعى، بينات أي واضحة، عكس تنسجم طبعا هنا تختلف وتتنافر، وعكس تجود تبخل، وما مفرد كلمة عقائد عقيدة،
بقول لي كيف تكشف في معجمك عن معنى كلمة تنسجم سجم باب السين والجيم والميم وحضارة حضرة باب الحاء والضاد والراء. وبكده نكون وصلنا إلى تمام التدريب العشرين. بحمد الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.